السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير الاشتراك فيها. شو كومونتير محفز. نايضه هدم المنازل العشوائيه في سيدي عبد الرحمن بدار البيضاء. سيدنا وسيدكم رسول الله. سيدنا عبد الرحمن كاع العشوائي اللي هداه تهدم بيوت العشوائيه، بيوت منازل الشوافات. ايها الاخوان، منازل الشوافات تهدمات بقى غير ضريح بوحدو. جميع الاشخاص من الصحافه ومن بعض الاعوان ديال السلطه تعرضوا لاعتداء من طرف الساكنه ديال ضريح سيدي عبد الرحمن اللي رفضوا، وبالاخص واحد الاشخاص اللي كيتكلموا بواحد الطريقه غريبه وعجيبه. وحنا كنتكلموا على ضريح اللي فيه اللي كيتمارس فيه طقوس السحر والشعوذه. فاللحظه اللي دخلنا وهبطنا للمكان اللي كانوا كيمارسوا فيه طقوس السحر والشعوذه. واخيرا قرار في المحل ديالو، واخيرا قرار ناجح 100%، هدم كل منازل العشوائيه قرب الضريح بكازا ضريح عبد الرحمن. سيدهم عبد الرحمن، سيدنا وسيدكم رسول الله. هذا الضريح الاخوان ما لا تتخيل ما يقع جنب الضريح. كيتم الهجوم على الجميع وما لا تخيله. كل شيء كاين تما تشعويد، ولكن لا اعمم على السكان اللي كيتواجدوا جنب الضريح، ولكن واحد الشعواده كارثه بجميع المقاييس. هنا الاخوان بانت بعض الخبايا من بعد صور مصورة ستشاهدونها في هذا الفيديو. احنا في 2024 وبعد طقوس كيتناولوها بعد النساء، ولا اعمم كاين حتى شي رجال كيجيو لتما، منها مشطة، منها حوايج داخلية، كل شيء مرمي تما. وهذا الشيء اللي خلات الدولة تدخل مشكورين والسلطات هدم هاد المنازل ديال الشوافات. شو الشمعة؟ هاي الشمعة هنا، شو معنى الشمعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا منكر ديال الناس. شوفوا الملابس ديال الناس. هاي يا الإخوان، الشوافات بالجملة كيجيو لتما، والتعويد بنهار وبالعلالي. وهنا السلطات، كان واحد السيدة بغات تمنع السلطات من الهدم. سؤال اللي مطروح، واش هي غير ضحية وعند المنزل ديال تما وتهدم، او هي كانت كترزق شي اموال كتدخلهم تما؟ كسؤال هذا على ودي الشعوادة داخلية. واحد السيد عطى التصريح ديالو، قال بان كاين الشعوذه هنا بالعلالي وبالكثره وبالملايين. لهذا الدوله خذت واحد القرار مهم جدا، وهو هدم بيوت الشعوذه اللي كاينين تما جنب الدار. هذا من ابرز قرار ناجح خذته الدوله، وهدم هذا العشوائي اللي كاين تما، وهذيك المنازل والبيوت اللي كاينه تما كتمارس فيها بالعلالي الشعوذه والعياذ بالله. سيدهم عبد الرحمن، احنا سيدنا وسيدنا رسول الله، سيدنا وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمثلون هذا، فقط هو ضريح. لا يمثلون شيئا، فقط هو ضريح وجنبه مقبره. ولهذا الاخوان كنقول لكم في هذا الفيديو بان تمنع وقاموا بالهدم ديال هذوك المنازل ديال الشوافات. وهنا كانت واحد الصوره، لان صوره لا تخطر على البال. وما يوقع تما في هذه البيوت فهو غريب، طقوس غريبه. لهذا الاخوان انا غنبغي نوجه لكم واحد الرساله مهمه في هذا الفيديو. رساله الاخوان اللي بغيت نوجه لكم، عندكم كيصحابوا لكم بعض العائلات كيزوروكم في المنازل ديالكم حبا فيكم. خطأ، ليس حبا فيكم. البعض يزوركم في المنازل ديالكم لأخذ عينة منكم أو من ملابسكم أو الشيطة ديال الراس أو الشيطة ديال القرن كما تنقولوا. اهتم الإخوان
واحد المجموعه ديال الشيتات ديال القرن، وواحد المجموعه ديال الشيتات ديال الراس، كياخذوهم كيديوهم تما، علم الله شنو كيديروا بهم. وفشت واحد الفيديو الاخوان، كان واحد السيد كيصور واحد الفيديو بالكاميرا الخفيه ديال واحد السيده نزلت حدا الصخر اللي كاين تم فين كاين هذا المكان ديال التخربيق، نزلت بصوره وطلعت بملابس اخرى وغريب فيها الطقوس اللي مازال كنشوفوها وحنا في 2024. كاين اللي بغات تسحر الواحد باش تاخده، كاين اللي جاي يسحر الوحده باش ياخدها. كل شيء كان يتمارس تما جنب الضريح، ولكن السلطات خدات قرار ناجح 100%، وهذا القرار هو هدم المنازل وبيوت الشوافات جنب عبد الرحمن، أي ما يقول عليه سيدي عبد الرحمن. وهذا كانت خطوة جد جد ناجحة باش نفيقوا شوية من القلبة. وتم ميساج لكم الإخوان، ردوا بالكم، راه ما بقاتش العائلة كما قد اعتقدوا. كاين اللي كيجي كيزورك غير باش ياخد بعض العينة منك، وكيتسبب لك في مشكل ديالك في الحياة، لأنك أنت كتخاف الله وهو ما كيخافش الله، فبالتالي كيدير لك مشكل في الحياة ديالك. لماذا؟ الله أعلم. وعلاش؟ الله أعلم. علاش غيحسدك؟ الله أعلم. كل هاد التفاصيل اللي شفتم على الفيديو تعطيكم عبرة الإخوان، ردوا بالكم. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة، ما تنساوش ديرنا اشتراك في القناة وشكم منطير محفز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.